بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئاً هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. من المعلوم أن الله خلق الخلق كله، لا شريك له في الخلق ولا أحد يخلق معه، وخص منهم الجن والإنس أصحاب العقول، خصهم بأن أوجب عليهم عبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. وبقية المخلوقات التي لا عقول لها، سواء كانت جامدة أو متحركة، هذه خلقت لمصالح العباد، تعينهم على عبادة الله سبحانه، ينتفعون بها. هذه حكمته سبحانه من خلق الجن والإنس، خلق بقية المخلوقات إلا ليعبدوا. هل كل يعبد الله حسب تصوره واختراعه هو؟ لا، يعبد الله بما شرع سبحانه. الله لا يرضى العبادة التي لم يشرعها، شرعها الله سبحانه وأرسل بها رسله لتبينها للناس. الله أرسل الرسل دعوة إليه، إفراده بالعبادة وبيان ما هي العبادة التي يرضاها سبحانه وتعالى، والمصلحة راجعة إليهم إذا عبدوه بشرعه وأطاعوا رسله، فلا يعود على الله من ذلك مصلحة، لأنه غني عن عباده، وإنما تعود المصلحة لهم للعباد أنفسهم. فعبادتهم لله مصلحتها لهم، والله غني عنها، لا ينفعه من عبده ولا يضره من أشرك به وعصاه، إنما هذا لمصالح العباد أنفسهم. فهم يعبدون الله جل وعلا، ما هو دليلهم على الله؟ ما هو دليلهم على الله؟ هل رأوه؟ لم يروه في الدنيا. الله لا يرى في الدنيا، لا يستطيع أحد أن يرى الله جل وعلا
في الدنيا لضعف أجسامهم وضعف مداركهم عظمة الله سبحانه وتعالى. فكونهم عبدوه وهم لم يروه هذا دليل على إيمانهم ويقينهم بالله عز وجل. فهم آمنوا بالغيب عبدوا الله وهم لم يروه تصديقا لرسله، فهم استدلوا عليه بشيء، آياته المخلوقة من السماوات والأراضين والأشجار والأحجار والمخلوقات تدل على الخالق، لم توجد من نفسها وإنما لها خالق، ولا أحد ادعى أنه خلق شيئا من هذه المخلوقات أبدا، ما أحد ادعى أنه خلق شيئا من هذه المخلوقات. إذن الخالق هو الله جل وعلا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني، تحداهم ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، ما ليس لهم، لم يشركوه في خلقه، فكيف يشركونهم هم معه في عبادته وهي لا تخلق ولا ترزق، إن الله هو الرزاق لا تخلق ولا ترزق. فهم استدلوا عليه بآياته الكونية على أنه هو المستحق للعبادة، فمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون، كيف يعبد العاجز الذي لم يخلق نفسه، لم يخلق نفسه كيف يخلق غيره، كيف يعبد مع الذي خلق السماوات والأرض وما فيها، هذا من انتكاس البصائر والعقول. آياته الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الذي خلقهن هي نفسها تسبح الله عز وجل بلسان لا نفهمه نحن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فهي تسبح الله عز وجل، تنزه الله عن الشريك، فكيف تعبد مع الله عز وجل. وكذلك استدلوا على الله بآياته القرآنية، آياته المنزلة على رسله في كتبه سبحانه التي أنزلها إليهم بواسطة جبريل الروح الأمين الذي ينزل بالوحي على الرسل، نزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فيعبدون الله بما شرعه لهم مما جاءت به الرسل، ولا يلتفتون إلى البدع والمحدثات والاختراعات التي اخترعوها، والله لم يشرع، الله لا يرضى أن يعبد إلا بما شرع، بما شرعه وأنزله على رسله سبحانه وتعالى. فهذا أصل ينبغي أن يتنبه له، لا يكون الناس إمعة مع الناس ما عملوا يعمله دون أنه يتبصر فيه ويرى هل هو صحيح أو موسى، تبصر في هذا الأمر واضح ما في غموض. الله أمرنا أن نعبده بما شرعه لنا وأنزل به كتبه وأرسل به رسله، هذه هي العبادة. طيب،
عبدوه في الدنيا وهم لم يروه امتثالا لأمره سبحانه وقت واستدلالا عليه بآياته ومخلوقاته، عبدوه وآمنوا به، صدقوا رسله، آمنوا بالغيب، فكان أعظم جزائهم يوم القيامة أنه يتجلى لهم هذا الرب الذي عبدوه في الدنيا وهم لم يروه، يتجلى لهم يوم القيامة فيرونه عيانا بأبصارهم كما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب كما يرى القمر ليلة البدر، لا يتضامون في رؤيته، لا يتزاحمون مثل إذا صار الناس ينظرون شيء يتزاحمون عليه ربما يحدث ضرر عليهم من الزحام ليروا هذا الشيء الغريب، يرونه سبحانه كل في مكانه ولا يتزاحمون لا يضامون أو يتضامون في رؤيته سبحانه وتعالى، تجلى لهم في الجنة ويرونه عيانا بأبصارهم فلا يجدون نعيما ألذ عندهم من رؤية الله سبحانه وتعالى. أما الكفار الذين لم يعبدوه في هذه الدنيا وجحدوه وأنكروه فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة كما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما لم يعبدوه في الدنيا لم يروه في الآخرة حرمهم الله واحتجب عنهم سبحانه وتعالى فخسروا ذلك خسران المبين. فهذه فوائد العبادة وهذه طريق العبادة وكيف تعبد الله جل وعلا على بصيرة على علم وعلى معرفة وبخشوع وخشية وإنابة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه لأن ما أحد يراه في الدنيا لكن كأنك تراه من اليقين به سبحانه تصديق الرسل والكتب كأنك ترى الله جل وعلا، تعبد الله كأنك تراه. فإذا لم تصل إلى هذه المرتبة فتعبده تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه في قلبك فإنه يراك سبحانه، تؤمن بأنه يراك، تؤمن بأنه يراك مطلع عليك فلا تعصيه وهو يراك، لا تخالف أوامره وهو يراك، ويراك أينما كنت في بر أو بحر أو ظلمة أو نور أو مع الناس أو خاليا، هو يراك سبحانه وتعالى لا تخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تؤمن بهذا، إذا لم تبلغ من اليقين كأنك ترى الله فإنك تعبده فإنك تؤمن أنه يراك، وإذا شعرت أنه يراك تخاف منه وتخشاه وترجوه وتحبه، هذا هو الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهل يليق بعاقل أن يعصي الله وهو يراه؟ ولله المثل الأعلى، لو أن مخلوقا يراك ويناظرك هل تجرؤ على أن تخالفه وأن تعصي هذا الذي يراك من المخلوقين؟ لو أن ملكا من الملوك يراك أو إنسانا قادرا يراك هل من العقل ومن الحكمة
أن تعصيه وتخالف أمره وهو يراك؟ ما يمكن هذا، هذا في المخلوق مع المخلوق، فكيف المخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى؟ مخلوق يمكن يراك في موضع ولا يراك في الموضع الآخر، أما الله جل وعلا فإنه يراك أينما كنت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، لأنه معك معية الإحاطة ويراك سبحانه وتعالى. تستشعر هذا في نفسك وفي قلبك، تكون على صلة بالله على هذا الأساس، ما هو بتقليد ولا متابعة للناس، لا، عن اقتناع وعن يقين مصدره آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية، على براهين بينات. نعم، هكذا يكون المؤمن. نعم. أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته. عبادته اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة، وأساسها المحبة، محبة الله جل وعلا، تحب الله أحب من كل شيء، تحب الله من كل قلبك، هذا أساس العبادة، المحبة. ما تعبده للخوف فقط أو للرجاء فقط، وإنما تعبده للمحبة وللخوف وللرجاء، هذه هي العبادة. نعم. لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له. نعم، هذه العبادة. إذا لم تكن مخلصة لله فهي باطلة، إذا دخلها شرك بطلت، لا بد أن تكون خالصة، ولا بد أن تكون صوابا على ما شرعه الله جل وعلا ورضيه لك، هذه العبادة الصحيحة. وأما إذا اختل أحد الشرطين العبادة لا تنفع، باطلة، بل تضرك إذا لم تخلص لله عز وجل، إذا لم تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل بالسنة، تعمل بالبدع والمحدثات، هذا يضرك. نعم. فبذكره تطمئن قلوبهم، بذكر الله تطمئن قلوبهم، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يطمئن القلوب، فأكثر من ذكر الله من أجل أن يطمئن قلبه. ذكره سبحانه باللسان وذكره بالقلب، تذكر الله جل وعلا دائما وابدا، وذكره باللسان تهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، وذكره سبحانه بالعبادة، العبادة ذكر لله عز وجل. نعم. فبذكره تطمئن قلوبهم، ليس مقصورا على ذكره باللسان، على ذكره بالقلب وباللسان وبالأعمال، العبادات ذكر لله عز وجل، الصلاة ذكر لله، ولذكر الله، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ذكر الله في الصلاة أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، هي ذكر لله، الصيام ذكر، كل عبادة هي ذكر لله عز وجل. نعم. فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، ولا تطمئن بغير ذكر الله، ما تطمئن القلوب بغير ذكر الله أبدا. إذا تذكرت الملذات والدنيا والمتاع هذا لا يطمئن قلبك، بل هذا يزيدك غفلة وإعراضا
ويشوش عليك وين راح هذا وين جاء هذا وإذا ما زاد وإذا نقص وإذا سرق وإذا. أما ذكر الله جل وعلا فهو الذي يحيي القلوب تطمئن به القلوب. ومن ذكر الله ومن أعظم ذكر الله تلاوة كلامه سبحانه، تلاوة القرآن، القرآن ذكر حكيم. نعم. فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم. نعم. وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. هذه النتيجة، يعني رؤيته في الآخرة نتيجة لعبادته في الدنيا، نتيجة لعبادته في الدنيا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. جاء في تفسير يرجو لقاء ربه يعني يرجو رؤية الله يوم القيامة، فليعمل عملا صالحا. نعم. ومن عبد الله مخلصا له الدين في هذه الدنيا رأى الله يوم القيامة، وين يراه؟ في الجنة. نعم. وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم. إذا رأوا الله رؤية عيان قرت قلوبهم وتم نعيمهم وسرورهم، ولا يجدون لذة ألذ من رؤية الله سبحانه وتعالى الذي عبدوه في الدنيا وهم لم يروه. نعم. فلا يعطيهم في الآخرة شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه، من النظر إلى الله سبحانه عيانا بأبصارهم، لأن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا الله سبحانه. وأما في الدنيا فهم أبدانهم وحواسهم ضعيفة، ما تقدر على رؤية الله جل وعلا وجلاله. نعم. من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا سماع واسطة. سماع كلامه، لأنه يكلمهم يوم القيامة في الجنة، يا فلان أتذكر كذا أتذكر كذا، يكلمهم تكليم كرامة، ما هو تكليم توبيخ، كرامة. لله المثل الأعلى، لو أن الملك أو إنسان معظم يكلمك أما تلذ بهذا وتفرح؟ تفرح بهذا. كيف إذا كلمك رب العالمين يا فلان، كلمك بينك وبينه من غير واسطة، ما يعادل هذا شيء من رفعتك وشأنك. نعم. من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة. سماع كلامه أولا أنه يسلم عليهم، يتجلى سبحانه وتعالى لهم ثم يسلم عليهم ويحييهم بالسلام، يردون عليه سبحانه وتعالى بما يليق به، ثم يكلم كل واحد، ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. نعم. وسماع كلامه منه بلا واسطة. بلا واسطة في الدنيا لابد من واسطة الملك، واسطة جبريل عليه السلام، لكن في الآخرة بلا واسطة، يكلمهم مباشرة. نعم. يسمعون كلامه ويخاطبونه سبحانه. نعم. ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به. نعم، هم في خير في الدنيا وفي الآخرة، إذا آمنوا به فهم في خير، الإيمان تطمئن قلوبهم بالإيمان، تجد المؤمن مرتاح النفس، مرتاح الضمير، مسرورا بربه سبحانه وعبادته وذكره، وتجد المشرك والكافر منقبضا ضيق الصدر منحشر ولو كانت عنده الدنيا كلها.
لو كانت من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره، يفرح بكلام الله، يفرح بالذكر، يفرح بالعبادة، تلذذ بها، يشرح صدره للإسلام ويطلب المزيد من كلام الله ومن ذكره سبحانه وتعالى ولا يمل. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ما يقبل شيء ولا يستمع لكلام الله، أشد ما عليه تلاوة إذا سمع القرآن. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سكون أبصارهم عن سماع القرآن ولا يريدونه، لأن الله حرمهم بذنوبهم، حرمهم ذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذي يعرض عن الله الله يعرض عنه، والذي يقبل على الله الله يقبل عليه سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. نعم. ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره. نعم، فأهل الإيمان في سرور وفي لذة في الدنيا وفي الآخرة، الدنيا بإيمانهم وعبادتهم لله وارتياحهم واطمئنانهم اطمئنان قلوبهم بذكره، وفي الآخرة بالنعيم، نعيم الأبدان ونعيم الروح برؤيته سبحانه وتعالى. نعم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هذا توسل إلى الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق. نعم. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، هذا هو الدعاء، أحيني، مدد في عمري ما علمت أن ذلك خيرا لي. العمر إنما يفرح به لاستغلاله في الخير والعبادة. نعم. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، نعم، إذا كانت الوفاة خيرا له من الحياة يفوض الأمر إلى الله أن الله يتوفاه. هذا هو الدعاء اللائق والمشروع. أما أن يتمنى الموت إذا أصابه كرب أو شدة فلا يجوز هذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. يصبر، يصبر، هذا في موازين حسناته. لكن قالوا إذا خشي على دينه من الفتن له أن يتمنى الموت، إذا خشي على دينه من الفتن واستداد الفتن، فإن ما هو يخشى من كرب الدنيا ومن الأحزان والهموم، لا، يخشى على دينه، إذا خشي على دينه له أن يتمنى الموت. وإذا أردت بعبادك فتنة هذا سيأتي: فاقبضني غير مفتون. يوسف عليه السلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما تمت له الأمور أبوه وأمه أخوته اجتمعوا وصار له الملك في مصر، صار يدبر والخزائن تحت يده، خاف على نفسه من الفتنة فدعا ربه أن يتوفاه مسلما ولا ينفتن بهذه الأمور. نعم. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في الغيب والشهادة، في حالة غيابي عن الناس وفي حالة شهودي معهم وحضوري معهم. أما اللي ما يخشى الله إلا إذا كان مع الناس وإذا خلى بارز الله بالمعاصي، هذا والعياذ بالله هو الخاسر يوم القيامة. نعم. وأسألك يستخون من الناس ولا يستخون من الله،
وهو معهم، هذا شأن المنافقين. نعم. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. نعم، كلمة لزوم الحق، ما يخرجه الغضب عن كلمة الحق، بل يقول الحق. وكذلك في الرضا، سواء الرضي في حال رضا وسعة أو في حالة غضب، فإنه يلزم الحق ولا ينطق ولا يتكلم إلا بحق. نعم. وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد يعني الاعتدال وعدم الإسراف وعدم البخل، بل يكون معتدلا، هذا القصد الاعتدال، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا هو القصد. نعم. وأسألك نعيما لا ينفد. نعيما لا ينفد، وهو الجنة، لأن نعيم الدنيا ينفد وينقطع، أما النعيم الذي لا ينفد فهو نعيم الجنة. نعم. وأسألك قرة عين لا تنقطع. ما قال أسألك نعيما وسكت، يلا ينفد، وهذا لا يكون إلا في الجنة. نعم. وأسألك قرة عين لا تنقطع. قرة عين لا تنقطع، وقرة العين هي أن الإنسان يقنع ولا يتطلع، ما يتطلع، عينه تقنع بما عنده ويرضى به ولا يتطلع إلى الطمع وإلى ما مع الناس. نعم. وأسألك الرضا بعد القضاء. الرضا بعد القضاء، هذا هو الواجب، أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ولا يجزع إذا أصابه شيء، بل يعلم أن هذا من الله فيرضى، لأن جزعه لا ينفعه شيئا بل يضر. القضاء نافذ شئت أم أبيت، لكن إذا رضيت بذلك صار ذلك خيرا لك، وإذا سخطت فإن الله يغضب عليك والقضاء نفذ فيك. فعند الشيء اللي مالك بحيلة ترضى وتسلم، أما الشيء اللي تقدر على دفعه بالأسباب ادفعه. نعم. وأسألك لأن أهل الجاهلية لا يرضون بالقضاء، إذا أصابتهم مصيبة يضربون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعوى الجاهلية، أما أهل الإيمان عند المصيبة فإنهم يرضون بقضاء الله وقدره ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وأسألك ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بقدره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الله بكل شيء عليم. نعم. وأسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش بعد الموت، لأن الناس بعد الموت ينقسمون إلى قسمين، في القبر وفي الآخرة، ما يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب، إما أن يعيش عيشا باردا ونعيما متواصلا في قبره وفي حشره، وإما أن يعيش والعياذ بالله عيشة ضنك، فإن له معيشة ضنكا، قالوا هذا في عذاب القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى، نحشره يوم القيامة أعمى، فهو في عذاب في قبره وبعد نشره، عذاب متواصل. نعم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. هذا الشاهد من الحديث، لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة. نعم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الشوق إلى لقائك، إذا اشتاق إلى لقاء الله وأحب الله أحب الله لقاءه سبحانه، وأما الكافر والمنافق فهو يهرب من لقاء الله، لأنه عند الموت
عندما عند الموت المؤمن يبشر، المؤمن يبشر فيفرح بلقاء الله ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وأما الكافر المنافق فإنه إذا رأى ما هو قادم عليه من العذاب فإنه يكره لقاء الله، يكره الله لقاءه. نعم. وأسألك إن الذين كما قال سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، هذا عند الموت. أما الكافر والمنافق فإنه والعياذ بالله يتمنى الرجوع إلى الدنيا، قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما هو بذا وقت تمني، وقت ما فيه، الله قضى أنهم لا يرجعون إلى الدنيا، أعطاك الله عمر، أعطاك الله إمكانيات، أعطاك الله رزق، مكنك من العمل، ضيعته إذا جاءك الموت ما وأنت فارغ اليد من العمل الصالح، وش تلقى الله به؟ لماذا تلقى الله عز وجل؟ عندئذ يتحسر الكافر والمنافق ويتمنى العودة إلى الدنيا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ينفع هذا؟ ما ينفع. يوم يأتي تأويله أي عاقبته، يقول الذين نسوه من قبل يوم هل ينظرون إلا تأويله، التأويل هنا المراد به المآل والعاقبة، تفسير الشيء بالواقع، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يعني في الدنيا قد جاءت رسل ربنا بالحق، من أول يكذبون الرسل الحين اعترفوا أن الرسل صادقون، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم ضل عنهم ما كانوا يفترون، فات الأوان. نعم. أحسن الله إليك. هذا صاحب سيارة صالون يوكن 22-81 مغلق على سيارة أخرى مضطر للإخراج سيارته. أخوان لا توقفون عند بيبان الناس، لا تسدون على الناس، ما سعى الله، أنتم شباب ونشاط تمشون تجون من بعيد، ما وقف سيارك بعيد وتجي تمشي، بعد أزين لك وأصح لك وأجر لك خطواتك للمسجد. نعم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، نعم، ولا فتنة مضلة. أي نعم، غير ضراء، يسر الله له، يسر له الله الوصول إليه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا المشكل، فتنة المضلة والعياذ بالله التي تعترض الإنسان فتصده عن الله وعن الطريق والوصول إلى الله، الفتن خطيرة، وكم من مهتد ضل بسبب الفتن، كم من مهتد ومؤمن ضل وانحرف بسبب الفتن، إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى، فالفتن خطيرة، ولذلك استعذ بالله من الفتن وتجنبها وابتعد عنها وعن أهلها واحذر منها، وهي تستهوي الناس، تستهويهم وتجرهم إليها، ابتعد عنها. نعم.
وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. اللهم زيننا بزينة فتنة مضلة. الفتنة المضلة، أما الفتنة التي هي ليست مضلة، الأموال فتنة والأولاد فتنة، لكن ما هي مضلة، هذه أنت بحاجة إليها. نعم نعم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. اللهم زيننا بزينة الإيمان. نعم، الزينة هي زينة الإيمان، ما هي بزينة الملابس وزينة زينة المظاهر، إنما هي زينة الإيمان في القلوب. رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب من فقره ورثاثته، وما هو عند الناس شيء، لو أقسم على الله لأبره. ما هي بالعبرة بالمظاهر، العبرة بما في القلوب، والعبرة بالأعمال. أما المظاهر فلا تغني شيئا. الله قال في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فصحى خطبا لكنهم في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا. نعم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اجعلنا هداة نهدي بأمرك وندعو إليك، نهدي الناس بإرشادهم والبيان، هداة للناس مهتدين في أنفسنا، ما تدعو الناس وأنت في نفسك بعيد عن الهدى، لا، أول نفسك ثم الناس. نعم. فجمع في هذا الدعاء العظيم، انتبهوا، نعم، فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه. ومن اشتاق إلى لقاء الله فإنه يستعد بالأعمال الصالحة وطاعة الله. نعم. وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. نعم، أطيب شيء في الدنيا الشوق إلى لقاء الله، وأطيب شيء في الآخرة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له، قال: اجعلنا هداة مهتدين. نعم، هداة للناس مهتدين في أنفسنا، ما تقتصر على نفسك تقول ما علي من الناس، ولا تهتم بالناس وتضيع نفسك، اجمع بين الأمرين. نعم. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم، سأل الرضا بعده. نعم، القضاء لا راد له ولا دافع له، فعليك بالرضا عن الله سبحانه وتعالى. نعم، التسليم لله، ولا تجزع ولا تسخط. نعم. فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. أنت بالأول تستخير الله أن الله يختار لك الخيرة الطيبة، يكفيك شر العاقبة السيئة، هذا قبل وقوع القضاء، أما إذا وقع فإنك ترضى وتسلم ولا تجزع، تصبر وتحتسب. نعم. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه، فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما، كما في المسند وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله، إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله.
يعني قبل وقوع القضاء تدعو الله تتضرع إليه وتستخيرها الخيرة الطيبة صالحة لك أن يختارها لك، تدعوها أن يختار لك الخير. وإذا وقع القضاء والقدر فإنك تصبر وتسلم ولا تجزع ولا تسخط. نعم. ولما كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة. نعم، في الغيب يعني حضور غيبته عن الناس، يخشى الله وإن كان غائبا عن الناس لأن ما عنده نفاق ورياء، والشهادة إذا كان مع الناس أيضا. نعم. ولما كان أكثر الناس، يعني يستوي عنده الغيب والشهادة. نعم. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل. سأل الله أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. نعم، أهم شيء الغضب، إذا غضبت تمسك لسانك. ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، عند الغضب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن النزغ من الشيطان، استعذ بالله ولا تنفعل مع الغضب. نعم. ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. هذه مصيبة. نعم. ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين يبتلي الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضها، سأل الله القصد في الحالين، وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. نعم. ولما كان النعيم نوعين، نوعا للبدن ونوعا للقلب، وهو قرة العين وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهما في قوله: أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نعم، هذا كله شرح للحديث. نعم. ولما كانت الزينة زينتين، زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمها قدرا وأجلهما خطرا، وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبى، سأل ربه الزينة الباطنة فقال: زينا بزينة الإيمان. زينا بزينة الإيمان، لا بزينة الثياب والمظاهر، وإن كانت هذه نعمة من الله، لكن ما هي القصد، القصد زينة الإيمان. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. نعم. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل لا يبرد. إيه نعم، ما العيش يتكدر، ما يسلم. نعم، في الدنيا يتكدر. نعم. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد الموت. إيه نعم، برد العيش بعد الموت، في القبر وفي القيامة، فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. الهاوية هي النار، أمه يعني أم رأسه، يهوي في النار على أم رأسه والعياذ بالله. وقيل أمه يعني مقره الذي يؤويه، مأواه النار، نسأل الله العافية، فهي أمه، وبئست الأم. نعم. والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم
ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم، بل حاجتهم إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم. نعم. فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات. نقف عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بالإنابة الواردة؟ الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل، الإنابة والتوبة والأوبة، كلها بمعنى واحد، رجوع إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه، قال: حجابه النور. يقول: هذا النور هل كان في الإسراء والمعراج؟ وما هي كيفية رؤية الله في القلب؟ بالإيمان، رؤية الله بالقلب بقوة الإيمان واليقين، كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه، هذه رؤية الله بالقلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المنافقون يرون الله يوم القيامة؟ الكفار كلهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار ليسوا مؤمنين، الكفار ليسوا مؤمنين، بل هم شر من الكفار الخلص، لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا. أما الكفار الخلص فهم مصرحون بكفرهم وعداوتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخل المؤمنون في الجنة فهل يعرفون بعضهم البعض كما فهل يعرف بعضهم البعض كما كانوا في الدنيا؟ أي نعم، يتعارفون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يتعارفون بينهم، تعارفون، لكن ما أحد يستطيع ينقذ الآخر ولا أن ينفع الآخر، ما يستطيع أحد، لا تملك نفس لنفس شيئا. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل مشغول بنفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤجر المرء على ذكر الله بلسانه دون مواطأة القلب؟ لا، ذكر الله باللسان ما تفيد شيء، ما تفيد شيء، لازم مواطأة القلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإيمان بالكتب والرسل هل هو من الإيمان بالغيب؟ الرسل يشاهدون ويسمع كلامهم ويرون ويلتقي بهم أتباعهم، إلا الإيمان بالرسل الماضين، الرسل كلهم الآن ما انقضى وقتهم، فنحن نؤمن بهم وإن لم نرهم، فهو من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب. نعم. أما من عاصرهم هذا من الإيمان المشاهدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصيام هل هو من العبادات الظاهرة أم الباطنة؟ كلهن ظاهرة وباطنة، ظاهرة بترك الطعام والشراب، وباطنة في القلب لأنه صائم لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث: وأسألك القصد في الفقر والغنى، يقول: هل المقصود بذلك أي أقصد الله سبحانه بدعائه؟ القصد يعني الاعتدال في الإنفاق من غير إسراف ولا تبذير، هذا القصد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأسباب المعينة على ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا دائما؟ أن يعود الإنسان نفسه ذلك حتى يألفه و
يتلذذ به. نعم، يكثر من ذكر الله، يكثر يكثر حتى يعتاده ويتلذذ به. نعم. وهل كثرة النوافل من أسباب المداومة على ذكر الله؟ ما في شك، المداومة على العبادات هي ذكر لله عز وجل. نعم، الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل طلب العلم الشرعي هو دليل على محبة الله تعالى إذا أخلصت النية لله؟ ما في شك، طلب العلم مع النية الخالصة أعظم أنواع العبادة، من أعظم أنواع العبادة، لأنه بطلبه للعلم ينفع نفسه وينفع غيره. أما العابد هذا ينفع نفسه فقط، عبادته مقصورة عليه، لكن العالم والمتعلم هذا نفعه يتعدى للآخرين. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن الكوكب يضيء لنفسه فقط، وأما القمر فهو يضيء للناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من أمثلة على الفتن المضلة؟ ما أكثرها، ما تعرف الفتن المضلة؟ الفتن المضلة أنت تعيش فيها الآن، ويعاش بها من قبلك ويعيش بها من بعدك. فالإنسان ما دام على قيد الحياة فهو معرض للفتن، إما بالمكاره وإما بالملذات، كلها فتن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إلينا ترجعون. الله يبتلي بالخير ويبتلي بالشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول إن والده في كل وقت يقوم بالتدخين، وعندما أجلس معه يقوم بذلك. سؤاله: هل يجوز لي الجلوس معه، وهل هذا من الفتنة المضلة؟ أول شيء تنصحه وتبين له مضار الدخان، وتطلب منه أنه يتركه إشفاقا على نفسه وعدم الضرر بنفسه. ثانيا، إذا لم يمتثل وقت التدخين لا تقعد عنده، وخر عنه، ابعد عنه. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وإذا طلبني لأجل السفر معه وهو بحاجة إلي، فهل أسافر معه مع فعله هذا؟ ما في شك تسافر معه، حتى المشرك، والدك المشرك إذا احتاج إلى أنك تخدمه تخدمه، أو تنفق عليه تنفق عليه، صاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. نعم، الوالد له حق، لكن لا تطيعه في معصية الله. وأما أنك تطيعه في غير معصية الله، في منفعة له، في مال، في خدمة، في هذا واجب عليك ولو كان كافرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد أن الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤاله: هناك مسجد في مسجد في الرياض، يقول: يوجد مصلى للنساء يجتمع فيه بعد الفجر مجموعة من كبار السن، وعندهم مدرب رياضي يقوم بتدريبهم في المصلى إلى طلوع الشمس. لا، ما هو كذا، ما يجوز هذا. الحبشة يتدربون على السلاح بالحراب، والحراب جمع حربة، وهي آلة الجهاد، وهم يتدربون عليها، لا بأس بهذا في المسجد. أما الرياضة اللي هي لعب الكورة ولا ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توفي رجل لا يصلي، ولا أعلم هل ينطبق عليه الشرط الرابع من شروط تكفير المعين، وهو عدم وجود التأويل المقبول، فهل يدعى له؟ ما دام أنك تشهد أنه ما يصلي لا تصلي عليه، ابتعد عنه، ابتعد عنه. ما دام أنك تشهد أنه ما يصلي ابتعد عنه، أنت مالك إلا الظاهر. أما في قلبه ما يصلي هذا، وش بقي له صار ما يصلي؟ علما وش اللي بقي؟ ما يصلي ما هو مسلم،
لا تصلي عليه، ابتعد عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أجر سماع القرآن كأجر تلاوته؟ لا، التلاوة أفضل، كونه يتلو القرآن هو أفضل من كونه يستمع، لأنه يتكلم بالقرآن ويحرك لسانه ويتلوه. وأما المستمع له أجر، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لكن التالي أفضل من السامع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مسلم من دولة كافرة وأعيش في بلاد المسلمين، هل يجوز لي أن آخذ جنسية دولة كافرة أخرى لصعوبة العيش في بلد الأصلي؟ لا، ما يجوز هذا، أن تتجنس لجنسية الكفار ما يجوز هذا، لأنك تصبح من منسوبيهم تابع لهم. أما أنك تأخذ إقامة في بلاد الكفار للحاجة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ينسب إلى فضيلتكم فتوى أن تعلم اللغة الإنجليزية عن حب أنه لا يجوز. نعم، يقول: أنا أقول كذا، إذا كان يتعلمها لأنه يحبها ما يجوز، أما إذا كان يتعلمها لأجل حاجته إليها فلا بأس. نعم. ثم يقول حفظك الله: هناك من يقول إن اللغة ليس لها علاقة بالدين، فهل قوله؟ هي لسان الدين، اللغة هي لسان الدين، لها علاقة بالدين، والله أنزل القرآن بلسان عربي، لسان عربي مبين. نعم، كيف ما لها علاقة بالدين؟ ولغة القوم هي شعارهم. نعم، لكن أن تعلمها للحاجة احتجت إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم يوم الجمعة مفردا؟ أي نعم، لا بأس، لأنه ما قصده إلا من أجل قضاء ما في ذمته، لا بأس بذلك، خصوصا إذا كان ما يفرغ إلا يوم الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير هذه الآية: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون؟ يعني الله جل وعلا ينزل الأمر مع الملك إلى الأرض ثم يصعد إليه من الأرض، يصعد إليه، يعرج إليه، يعني يصعد إليه سبحانه، الأمر ينزل منه ويصعد إليه أيضا سبحانه وتعالى. وما بين السماء والأرض كم مسافته؟ مقدار 1000 سنة ما تعدوه. نعم. فضيلة الشيخ، حسب أن السماء أن ما بينك وبينها إلا أمتار، بينك وبينها فضاء بعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بين كل سماء وسماء 500 عام، بين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء والأرض 1000 عام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي أحدا يوم القيامة بيده الشريفة من الحوض؟ نعم، ورد هذا، يسقيهم بيده عليه الصلاة والسلام من حوضه إكراما لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الشخص جنبا ولم يجد الماء إذا كان الشخص جنبا ولم يجد الماء فهل يتيمم تيممين للغسل والوضوء؟ يكفي تيمم واحد ينوي به الحدثين، ينوي به الحدثين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اللوحات التي يكتب فيها أسماء الله وصفاته هل يجوز تعليقها على الجدران؟ لا يا أخوان، ما يجوز لا كتابة الآيات ولا أسماء الله ولا يجوز تعليقها على الجدران، ما
هذا فيه امتهان لها، فيه تعريض للامتهان، وشيء لم يعمله السلف ولم يفعلوه. كوننا نعمل هذه الأعمال ما يصلح هذا، يسعنا ما وسع السلف الصالح، ونحترم ونعظم آيات الله وأسماء الله وصفاته عن الامتهان وعن الابتذال، ولا تتخذ مظاهر أيضا وزينة على الجدران أو على السيارات أو على، ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اشتريت من محل بضاعة واتفقت معه أن البضاعة التي لا تمشي ولا تتصرف أنني أستبدلها منه بشيء آخر، ولكن من دون شرط، فما حكم ذلك؟ ما يصلح هذا. إذا اشتريتها ملكتها، خرجت من ملكه إلى ملكك. أما إذا قلت على التصريف، هذه يسمونه على التصريف، إن اندرجت وراحت فهي لي، وإن لا بردها عليك لا. ومثل ما يقول الفقهاء: ومتى نفق المبيع وإلا رده، هذا ما يجوز. البيع يكون غير معلق، يكون بيع جازم ينتقل به المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري، ما يكون معلق على شرط مستقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم صلاة الجمعة للمسافر؟ لا بس، إذا حضرها شيء طيب، وتجزيه عن الظهر، هو فرضها الظهر، ولكن إذا حضرها مع المقيمين وصلاها تجزيه عن الظهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير هذه الآية الكريمة: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون؟ ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم، المشركين فرقوا دينهم، هذا يعبد الشجر وهذا يعبد حجر وهذا يعبد ملك وهذا يعبد جني وهذا يعبد صالح من الصالحين، آلهة متعددة لا تحصى، فرقوا دينهم. والإله واحد والدين واحد، ما في تفريق، ما شرعه الله، والمعبود هو الله جل وعلا، والمسلمون جماعة واحدة وأمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. في الآية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، تفرقوا، وكل واحد له منهج له كتاب، زبر يعني كتب. كل حزب بما لديهم فرحون، ما يفرحون بما معهم، ولا يرون أن الحق إلا معهم، يقتصرون على ما معهم ولا يقبلون الحق اللي مع غيرهم، هذا ما يجوز. الحق ضالة المؤمن، أين وجده أخذه. المؤمنون كلهم طريقهم واحد، ولا يتخذون لهم مناهج متفرقة، كل واحد يقول ما بمنهج الدولة ألا الفرقة الفلانية، ولا أعمل بما معها من الكتب، أعمل بالحق. إذا صار الحق معهم اقبل الحق، إذا صار الحق معك يجون ويأخذون الحق معك. هذا منهج المسلمين، منهج واحد. نعم. فضيلة الشيخ، هم لهم ما هم فرحين ما معهم، يرجون أنهم يرجعون، لكن لو صاروا فرحين ما هم راجعين، كل يرى أنه اللي معه هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مسألة تعدد الجماعات الإسلامية في الدولة الواحدة، وكل يقول نحن على الكتاب والسنة، هذا اللي احنا تكلمنا عنه، ما هو بالمسألة دعوة نحن على الكتاب والسنة، كل يدعي انه هو اللي والآخر ما هو على الكتاب والسنة. لا، الحق ما يتعدد، الحق هو الحق للجميع. نعم. ما أحد يحتجز عن الآخرين يقول احنا على حق وانتم على خطأ، إن على صواب وأنتم على خطأ، إن على هدى وأنتم على ضلال، ما يجوز بين المسلمين. نعم. أن ينهوا الخلاف بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول،
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لسورة البقرة فضل في قراءتها في البيت؟ نعم، تطرد الشيطان، الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما في الحديث: ولا تطيقها البطلة، يعني الشياطين. نعم. ثم يقول حفظك الله: هل يحصل هذا الفضل إذا سجلت السورة؟ لا، مسجل ما هو مسجل ما هو مكلف، وقراءته ما هي عبادة، مسجل صوت محبوس فقط، إنما القراءة تكون من القارئ المسلم المحتسب للتلاوة والأجر. نعم. عمل العمل، أنت لو خليت مسجل يقرأ لك الفاتحة ولا قراها تقول آمين، تصير صليت وقريت الفاتحة؟ لا، لازم تقراها أنت، ولا يقراها الإمام الذي أنت خلفه وتؤمن. ما مسجل هذا حديد أو شريط، ما مجرد أنه حابس الصوت فقط. نعم. لكن تسمعه للتعلم، تسمعه للتذكر، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحياناً يكون هناك تحد بين شخصين في لعبة أو في غيرها، والخاسر يأتي بوجبة للآخر، فهل هذا جائز؟ لا، هذا القمار، كل المراهنات على أموال كلها من القمار، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل المراد به الرماية، يؤخذ عليها الرهان على الرماية لا بأس، على ركوب الخيل حافر، خوف على الإبل، لأن هذه من دواب الجهاد، هذه يجوز أخذ الجوائز عليها لأنها تعين على تعلم الجهاد في سبيل الله. يلحق بهذا كما قال ابن القيم: يلحق الجوائز على حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن والمسائل العلمية والفقهية يقول هذه من الجهاد في سبيل الله، فيؤخذ عليها، يؤخذ عليها المسابقة، يؤخذ عليها الجائزة، ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم غيبة الفاسق؟ ها؟ ما حكم غيبة الفاسق؟ غيبة لا تجوز إلا إذا كان يترتب عليها مصلحة راجحة، مثل تخبر عن إنسان يعمل المنكر علشان يؤخذ على يده، تخبر السلطة عنه، مثلا تدعي عند القاضي على شخص وتقول أنه ماطل وأنه كذاب وأنه أكل حقي، لا بأس بذلك. قالت هند رضي الله عنها: إن أبا سفيان رجل شحيح، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولم يقل لها هذه غيبة، لأن ما توصل إلى حقها إلا بهذا، ما توصل بحقها إلا بهذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض البنوك المسمات أو أحد استشارك، مسألة ثالثة، أحد استشارك على شخص يبي يشاركه، يبي زوجه، تذكر له العيب اللي فيه، وليس هذا من الغيبة، هو غيبة لكنها غيبة جائزة، لأن مصلحتها راجحة، تبين له ما عند الشخص هذا، هل يصلح أو ما يصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض البنوك المسمات بالإسلامية تصدر بطاقة للعميل فيها خصم للمشتريات وإعطاء العميل سلفة من المال، وتشترط دفع رسوم على هذه البطاقة 100 ريال لمدة سنوات، فهل يجوز هذا؟ لا لا، ما يجوز هذا قرض جرى نفع، يأخذون على البطاقة، البطاقة ما تسوى فلس، هم يأخذون عليها فلوس دراهم، ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول: هل ما يخرج من الرجل من المذي أو الودي هل هو نجس أو طاهر؟ نعم نجس، لكن نجاسة مخففة يكفي فيها النضح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز